عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لألكون. اليوم راح أخذكم على واحدة من أجمل الرحل اللي عملتها في تركيا كلها، ويمكن من أجمل الرحلات اللي عملتها في كل سفرياتي. راح ناخذ الروح على الرافتينج ونجرب التجديف في وسط الطبيعة في نهر جاري ومياه عذبة وصافية ورائعة. راح تشوفوا هذا المكان وإطلالته الخرافية. راح تجرب شيء اسمه زيبلاين وهو الطيران الحر. نحن عم نحكي عن تجربة قسم بالله المأمون عنا يا ويلي وإله. تابعوا للأخير تعرفوا كل التفاصيل وتستمتعوا بهالمناظر هي اللي يعني رح تسحرك وتخليك أحياناً كتير وصمتوا في حضور الجمال. شو جمال؟ خلينا نبلش. هاي مدانا الرحلة إلى الرافتينج، سيارة خاصة ويلا بينا. والله استلمنا الطريق هون مع خبراء السياحة. رح أعرفكم أول شيء على يلمز. هلو يلمز. هلو. وهون أحمد وحسين. الجماعة هون خبراء السياحة في أنطاليا، حياخدونا اليوم برحلة الرافتينج. قالوا لي مو بس عبارة عن تجديف، لا كمان في أكواخ خشبية وكمان في حتى جيب سفاري. يوم كامل متكامل من المتعة والجمال. طبعا بإمكانك الذهاب إلى رحلة الرافتينج عن طريق أنه تكون سيارة خاصة أو أنه تكون مع جروب بباص. طبعا الفرق هو صراحة بسرعة الوصول وحرية الوصول كمان. يعني أنت ممكن بالسيارة تأخذ حوالي 40-45 دقيقة، بينما بالباص ممكن يأخذ معك ساعة ونص. الشيء المميز هي منطقة هي المنافقات، هي المنطقة اللي فيها كل الفعاليات تبعت الرافتينج أو حتى كمان قدر نقول الزبلاين والأكواخ الخشبية. كمان نفس الوقت الشيء اللي حتشوفه أثناء الطريق صراحة هو متعة هذا الطريق. يعني أنت حتشوف مناظر خضراء على اليمين وعلى اليسار، ولا تعرف أنه فعلا ليش أنطاليا تعتبر يعني من نقول عاصمة الريفيرا التركية، من الجمال الموجود سبحان الله، من الطريق الجميل اللي حتستمتع فيه حتى وأنت متحمس لتروح توصل للرافتينج. هي مثل ما شايفين هون كل مجموعة بيكون في لها مرشد بيعطيها التعليمات الأساسية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الروسية. هذا هون كله عشان يعطيهم التعليمات الأمان، شو بصير شو ما بصير، وهالشغلات هي كلها عشان لما تكون تنزل أنت تكون جاهز تماما. طبعا حسين قال لي انه هذا هو نفسه النهر اللي تقريبا بصير فيه عملية الرافتينج، بس هو كم طوله تقريبا؟ هلا هو النهر بشكل عام تقريبا فينك تحكي اكثر من 100 كيلومتر. 100 كيلومتر، لكن المسافه اللي مخصصه للرافتينج اللي مسموح فيها الرافتينج هي بحدود ال 14 كيلومتر. 14 كيلومتر، يعني هني اخر شيء حياخذونا من هون للرافتينج. بالضبط، هي فينك تحكي هي المحطه النهائيه. اها. نحن هلا رح نمشي على بعد ربع ساعه. أه. من هناك بنطلق الرافتينج بنجي ربع ساعه بالسياره، ولكن أه. بالرافتينج النظام بيطول اربع ساعات. ايون يعطيك العافيه. طبعا لازم تعرفوا شغله هون بالنسبه للرافتنج، لانه في مي وهيك شغلات، الافضل تكون معك لبس سباحه، شورت سباحه. انا هلا حغير الشورت تبعي لشورت سباحه بحيث انه تكون جاهز، وبعدين حنلبس الخوذه وحنلبس تبعت الانقاذ والشغله كلها لتكون جاهز. هاي هون غرف التبديل ملابس على السريع. والله رح يعطونا الخوذ ورح يعطونا المجدف، وحتى كمان بامكانك تشتري اغراض ثانيه مثلا احذيه تبعت ضد المي. هالشات هي كلها حورجيكم اياها. هون حسن الله يعطيه العافيه من المرشدين الموجودين واللي بيمسك القارب كابتن، يعني على كيف كيفكم. طبعا هلا بالنسبه هدول الاحذيه شو وضعهم؟ هدول شوز خاص في المي، يعني أه. فوت فيه مي ما بياثر عليه، بطاطي أه. ضلوا معك بقوه 8 دولار مشان أه. بعض السواح ما بدهم ينزعوا الشوز تبعهم بالمي، يعني أه. بطلوا ريحه او كل. ايوه بالضبط صح. ما بينفع حدا بيكون لابس شحات على الرفق، لانه أه. رحله جبليه وفيها مخاطرات، بفضل يكون انه أه. الواحد عنده شوز بطاطي. طبعا في الوان وفي كل شيء. في الوان والنمر مختلف. اها حلو جدا. انا حاخذ اللون الاصفر. لا هذا اللون الاصفر، لون اصفر فاقع على كيفه. تليفون هاي مشان ضد المي، ضد المي ما أه. بفوت مي على التليفون. يمكن بعض السواح بياخذوا فيها دخان او مصاري او هيك. اها شو سعرها هاي؟ هاي سعرها بيبيعوا 10 دولار. هاي هون الجاكيت، لايف جاكيت بسموه. بعدين بس تخلص بتاخذ من هون اللي هي الخوذة، وبعدين بتاخذ المجدف. وهيك بقى بكون جاهز تماما للرحلة. هلا هاي هون المجدف، هاي الخوذة، وهاي اللايف جاكيت، ويلا بينا.
كمان حركب هلا بالسياره المكشوفه هي رايحين على الرافتنج. شو شباب كيف الهمه؟ الهمه قويه تمام التمام علي. حزرم حزرم وي ار ريدي. بعد ما لبسنا وصرنا جاهزين بياخذونا هلا بالسياره الى مكان القوارب اللي هي حتنطلق من الرافتنج من فوق النهر لين ما توصل على الكامب مره ثانيه. وهذا هو الطريق طبعا انت بتمر هون بقرى كثير. هاي هون وصلنا هلا، هاي هون مكان ما رح نبدا. اهم شيء بتكون حط الوقود هون. ايوه عشان بدنا نربطه بالمي هيك بهذا الشكل عشان ما يفوت عليهم مي. اها يلا جاهزين لكن حزرم حزرم خلينا نبدا. هاي هون هلا هذا هو القارب تبعنا هلا حينزل. شو شو عم نزلوه؟ يلا هيك بقى صرنا هلا جاهز بيه دورنا. هون شايف شلون الناس كلها عم بتجهز هلا. هاي هون بلش الشباب بقى الركوب على القارب. كابتن حسن الله حيه رحلة الاكشن. ايه عندي هون. ايوه اديني بده يطلع من القارب بده يترك وصيه هون. شجعتني كثير على فكره. لا اوكي هلا في شلالات راح تكون صعبه شوي. عندي الشلال شو بحكي ستوب بمسك هذا الحبل شايفينه هذا الحبل. طبعا اذا حدا وقع من القارب ما بخاف لانه اذا بحياته مو فايت المي هاي اللايف جاكيت راح تطوفه لفوق. اوكي انا راح اجيب على القارب تمام راح نعمل شعارات. راح نستخدم شعارات خاصه بالرابطين تقولوا كلياتكم شباب زيكي زاقه من عندي الهي هي هي بنعطكم ثلاث مرات. ايوه هي زيكي زيكي انا بحكي زيكي زاقه زيكي زاقه انت ترفع المجلاف هيك بتقولوا هي 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 اللي ما بيطلع صوت قوي درجه الحراره بالمي ثلاثه راح ارش عليه مي. اوكي سمعانين يا جماعه سمعانين الشغل ما فيه مزح. حسن استنى الجروب استنى الجروب على مين استنى حسن اعطيني الاسكوب مش شايفين اشياء حماسيه رائعه هون يعني عشان الناس كلها هي هوب 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 اجواء حماس وشي فاخر على الاخر. بلش معاك اجواء شوفوا شلون شوفوا 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 هالجمال هذا كله هالمتعة هي كلها وهالروعة شلون ماشي هلا هون في كل ريح شوفوا 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 هالجمال هذا كله هذول كان طبعا كلهم تمروا جنب بعض واحلى يعني عالم ديكي زاكا ديكي زاكا هي 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 ديكي زاكا ديكي زاكا هي 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 ديكي زاكا ديكي زاكا هي 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 اعطيني اعطيني رايك بالمي هات لشوف 10 على 10 بتجنن المي بخرافيه يعني اي نعم حمام بارد بس شيء فاخر على الاخر الله فاخر الو
وهلا صار وقت البريك في نص تقريبا الرحله بيعملوا لكم بريك بحطوا فيه هلا بنشوف شو هو البريك بس ولكن يعني هذا هو القرار تبعنا هلا الناس كلها نزلت ترتاح شوي عشان تكمل الرحله ايه كابتن حسن هلا شو نظام البريك هون هلا بعد 45 دقيقه من التجديف رح نوقف استراحه لانه كنا الساعه هون تعبنا التجديف بننزل هون ناكل وجبات خفيفه طبعا هي تكون اكسترا بيع بيعوها يعني لها سعر خاص بتدفعه بتسجل اسمك هي اسمها جوزدمه جوزدمه هي فطاير مثل الفطاير فطاير بحطوا فيها في بالجبنه وفي بالبطاطا بيعملوها على الصاج هون شغل نظيف اكل ريف يعني بالريف التركي معروفه الجوزدمه هاي بيعملوها على الصاج هاي بيعملوها بيلبوها على الصاج هاي بيبيعوها للسواح هني كل واحده بدولارين ونص في بالبطاطا وفي بالجبنه وفي طبعا مشروبات غازيه حلو ما بدنا نعلن عليهم هذا اوكي هاي هي هون جوزلمة هاي هي جوزلمة اخذنا جوزلمة حلو بعد التجديف والتعب تاخذ لك بريك مع فطاير على هيك منظر الموضوع بيستاهل يمين باي باي ساتر باي باي لا سلام الجماعة صاروا هنيك كريجيت كريجيت الدنيا هذا شك 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 من هنا جيت الجزء هلا هوب هاي هوب هاي هوب هاي هوب هاي هوب اوكي اصدقائي هلا احنا وقفنا الرحله الثانيه واللي هي مرحله الزبلاين الحبل الطائر اوكي حبل طرزان بسموه حلو العالم. هلا بنوقف على نص الصراحه نطلع بالزبلاين مسافتها 600 متر راح نطلع حلو. من اول الجبل من فوق نهر منعدي ذهابا وايابا حلو معي. يلا ترى ما بنجهز الزبلاين باشين جيريا كابتن براد ابو براد ابو مش هذه شفتي سي هذه هي جديد يوم نصبن شيء دين حسان ده باشلي مثلا بينجليزي بده جديد حسان حسان بده جديد وبنين بلادك بقى بلادنا يلا هاي هون محل ما بتلبس تبع العده وهذا هو الجبل فوق اللي حنطلع عليه على اساس انه من هيك نبدا الزبلاين وهي هون الشباب جاهزين يلا لا تدوت حزرم 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 سن حزرم يعني هايكينج بسيط 5 دقائق بتوصل لهون شايفين الدور ولكن سريع 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 هلا بقى رح نبلش نشوف هون علي بقى تقعدوا عادي اوكي this is stop tap here back اوكي اوكي let's go 1 2 go 3 go ايوه على السريع يا معلم
مدينتي مدينتي حلب انا ربيت فيها والله ويا محلا ميها ومحلا فيها والله والله يرحم كل شي مات فيها ويطول عمر باقي الشباب ريح قبلي تابعت لك يا دكتورنا حبيبي والله قيسا في هوا ليلى قبلي وانا فرحان بوجود الاحباب يا يا با هاي الوحوش هون هاي وصلنا لاخر القارب الله 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 الله, 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 الله باب الحارة او شاب الله بحي الشباب الطيبة الله يا قريبي هيك باب كون خلصنا صراحة يا جماعة هاي خلصنا هلا الرافتينج تقريبا 3 ساعات واحدة من اكثر التجارب متعة انت اول شيء مي كتير عذبة باردة حلوة رائعة الشغلة الثانية تجربة ممتعة لانه في مناظر خلابة انت طوال ما ماشي في النهر والشغلة الاخيرة صراحة لما بتنزل وتطلع بالنهر وفي شلالات صغيرة وجداول صراحة ممتعة بشكل رائع جدا ووحدة صراحة من اجمل التجارب انت لازم تجربها اذا جيت على انطاليا طبعا بس تخلص الرافتينج كمان في وجبة غدا شاملة سعر الرافتينج نفسه هوريكم اياها شو هي عبارة عن شو انتوا شايفين السلطة مكرونة برغل وكمان في كمان تركي كباب التركي تابوك شيش يعطيكم الف عافية فطبعا بس ما تخلص اكل بيرجعوك بقى بياخد بقى بترجع على الباصات تاخدك وتروح على الاوتيل تقريبا الساعة 5:30 هي رحلة الرافتنج بس وكمان شفتوا الزبلاين في كمان لسه انا مكمل شوي ومن نروح ناخذ شيء اسمه الجيب سفاري وحندخل على منطقه الاكواخ وهالشغلات هي كلها فطبعا كل وحده سعر لحال ولكن بامكانك تاخذهم كلهم كباكج واحد كمان بامكانك تاخذها يعني يوم كامل متكامل من المتعه وهون جماعه صراحه اكرمونا كمان بوليمه اكل لك خاصه يعني صراحه الله يعطيكم الف عافيه تشكر للرقبه هون بايون اكل بعد ما واحد استمتع بالرافتينج كمان لازم يستمتع بالاكل مثل ما شايفين هي هون كمان الصوره شوف الصوره ما احلاها الرافتينج طبعا هيك شغلات ممكن تدفعوها تشتروها من عندهم شوفوا شلون الصوره شلون بيطلعوا لك اياها فعلا منظر رهيب وخرافي واحلى تشوفوا العالم شلون كل عايش الوضع فعلا واحده من الذكريات اللي تضل تذكرها طوال عمرك خلص الفيديو والناس متجهين على الباصات ورايحين على الاوتيلات بس نحن ما خلصنا هلا بقى لسه نحن ما خلصنا وراح نكمل نروح لوين على شيء اسمه تازي كانيون او بسموه اخدود التازي شغله نحن عم نحكي عليها هون هلا بقى مناظر طبيعيه واكواخ خشبيه شيء فاخر على الاخر شيء حنفضل يقول يا ويلي ويلا حنشوفه ونحكم عليه بنفسنا هلا بقى بلشت الجيب السفاري على اصوله والعب
بالنسبة للجيب سفاري فنحن عم نحكي هون عن تجربة. إذا عم نحكي عن الباكيج فنحن عم نحكي عن إنه تقريبا بيكون مدته حوالي ساعة ساعة ونص. بدل ما شفتوا الطريق بيكون جميل جدا ولكن معبد أغلبه لتوصل للدازا كانيون. ولكن إذا أنت من هواة الطرق الوعرة والجبلية وبدك جيب سفاري في عندك كمان تجربة خاصة. نحن عم نحكي عن 6 ساعات تقريبا بتكون يعني مثل بإمكانك تروح يومين، يوم تقضي فيه رافتينج ويوم حتى تروح فيه كمان جيب سفاري. ففي صراحة تجارب كثير، حتى في عندهم بقي كمان اللي هو دبابات البقي متوفرة كمان كنشاط. فصراحة المنطقة هاي مليانة كمية نشاطات خرافية. هذا هون هلا وقفنا على الطريق عشان واحد يستمتع بهذا المنظر الساحر الجميل الرائع اللي فعلا يا ربي مو معقول يا جماعة. شوف شغلات حلوة في هالدنيا وشوف شغلات رائعة بهالدنيا واحد يستكشفها ويستمتع فيها. وقت ما وصلنا طبعا ممنوع التدخين هون ابدا، ممنوع الجماعة حتى كاتبين بالروسي والتركي والانجليزي. هون كمان تازا كانيون مكتوبة هيك من هون الطريق. هون بقى بدك تشرب شاي قهوة. هلا بلدك هون بقى بنكمل هايك. والله هيك شغالين بالهايك ما شايفين كل الناس متجهين على نفس المكان. رفيقو الإطلالة الساحرة والشيء الرائع الجميل جدا. هاي هون وصلنا على الإطلالة الخرافية هاي. واو يا إلهي يا إلهي. يا إلهي ما هذا؟ يا إلهي مو معقول. هذا هو الأخدود هون شايفينه. فعلا إطلالة رهيبة جدا. ما شايفين حتى هون في عملية تصوير عم بتصير في هذا المنظر الجميل جدا. قراءة قرآن يا روعة. طيب بكون خلصنا الرحلة كلها. وصراحة النصيحة يا جماعة اللي بدي يجي يسافر رحلة الرافتنج ياخذ الباكج كامل، لأنه الزبلاين لحاله متعة والوصول لهذا المكان اللي هو تازا كانيون صراحة متعة مضاعفة بشكل بقدر أقول بكل وساطة يا ويلي بالله. بتمنى استمتعتوا أكيد دائما وأبدا. اللي بده ياخد رحلات ونشاطات في أنطاليا يتواصل تحت مع خبير السفر، أنا حط الرابط موجود تحت في وصف الفيديو وكمان بالكومنتات. وأحلى عالم.